السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وبصحه جيده. اليوم ان شاء الله جبت لكم حلوى جافه مناسبه للحجر المنزلي، غير بزوج حبات بيض رايحين نديروا اكثر من 50 حبه، والحاجه المليحه فيها بلا طابع. يعني انا جبت لكم اليوم زوج اشكال، تقدروا اي شكل تشكلوه بهاد العجينه، المهم هي تجي طريه وتجي بزاف بنينه. هاد الحلوى مناسبه بزاف مع قهوه حليب، نقربها لكم برك باش تشوفوها مليح عن قرب. هكا تجي محمره ومقرمشه من برا، ومن الداخل تجي طريه وبنينه بزاف، فيها واحد النكهه بزاف هايله. نقول لكم بقاو معايا تشوفوا مكونات هاد الوصفه وتشوفوا ايضا طريقه التحضير. نبداو مباشرة في المكونات. عندي هنا 250 غرام تاع لامارغارين، انا درتها هنا في الكاسرونة باسكو رايحة نذوبها. بالنسبة للامارغارين تقدروا ديروا نصف الكمية مارغارين ونصف الكمية زيت، انا درت 250 تاع لامارغارين ورايحة نضيف كمية قليلة تاع الزيت، وانتوما كيما قلت لكم تقدروا ديروا نص بنص زيت وزبدة. عندي هنا زوج حبات بيض، عندي كاس كبير تاع السكر، السكر من 150 حتى 200 غرام على حسب الذوق تاعكم. عندي حوالي 80 غرام تاع لانواد كوكو، بالنسبه لانواد كوكو خيرت هذا الرقيق، ولانواد كوكو مهم جدا في هذا الحلوى، يعطي لها ذوق هايل. حتى الناس اللي ما تحبش لانواد كوكو لازم تستعملوا، لانه الذوق تاعو ما رايحش يبان في هذا الحلوى. عندي 4 ملاعق كبار تاع الزيت، عندي كيس خميرة كيميائية، ملعقة كبيرة تاع الفانيليا، وعندي بيان سور الفارينة اللي رايحة ندير حتى تتشكل عندي العجينة، ومن بعد نقول لكم تقريبا الكمية. إذا أول حاجة نديرها دوكا رايحة نذوب لامارغارين تاعي، ومن بعد إن شاء الله نتلاقاو ونشوفو كيفاش نديرو هاد الحلوى. نبداو على بركة الله. أول حاجة نحط الزبدة تاعي. لامارغارين تاعي كيما كنتم تشوفو غير تبدا تذوب نطفي عليها، ما نخليهاش تذوب كامل. رايحة نضيف 4 ملاعق كبار تاع الزيت، نضيف معاهم السكر، السكر قلت 150 حتى 200، ونضيف زوج حبات تاع البيض، نحط معاهم لافاني، ونزيد قرصة ملح ما نساوهاش، ونضرب مليح هاد المقادير تاعي بالفول حتى نحسو انه الزبدة تاعنا هكا انسجمت مليح مع كامل المكونات، ومام القطعة تاع الزبدة اللي ما كانت ذايبة يعني تخلطت مليح مع المكونات واحدة اخرى. قرب لكم باش تشوفوا مليح. وهنا بعد ما انسجمت مليح شوفوا الخليط اللي رايحين تحصلوا عليه. في هذه المرحله رايحين نضيفوا الكميه تاع لانواد كوكو، نضيفوا ايضا الكيس تاع الخميره الكيميائيه، ونزيدوا نخلطوا مليح قبل ما نضيفوا الفارينه. يعني نحط الفارينه هنا قدامي باش نبقى نضيف غير بلاكم. لانواد كوكو يعطينا ذوق الشباب في هذا الحلوى، يعني ما تترددوش ديروه. حتى اذا كنتو ما تحبوش لانواد كوكو على بالي في هذه الحلوى رايحين تحبوه، باسكو الذوق تاعو ما يجيش قاطع بزاف. دوكا نبقى ندير في الفرينه بالعقل ونخلط بيدي، دوك هذا الفوي رايحين نستغناو عليه. الفرينه تاعي راهي مغربله، نحط كميه مليحه، حطينا 3 ملاعق هكا كبار، فوالا نخلط هكا غير بالعقل، ما نعجنش هاد الحلوى باش تجينا خفيفه، ما لازمش تتعجن، لازم تقعد يعني ماشي معلكه. فوالا كيما العجينه تاع الصابلي. هنا مازال راهي خاصه بزاف، رايحه نضيف المهم في الاخر لازم تحصلوا على عجينه تكون فريمون طريه، ما لازمش تنشفوا بزاف هذا العجينه تاعكم، لازم تقعد العجينه تاعكم طريه. انا نجمعها مليح هكا غير بالعقل بلا ما نعجنها، ومن بعد نتلاقاو ونوري لكم القوام اللي تحصلت عليه. بعد ما جمعت العجينه تاعي مليح رايحين تحصلوا على هذه العجينه الطريه. شوفوا نوري لكم برك القوام تاعها عن قرب، شوفوا يعني تجي فريمون طريه بزاف هذه الحلوه، والذوق تاعها يجي فريمون ممتاز. انا نقول لكم ما نخلوهاش تريح، نروحوا مباشره نشكلوها مع بعض. هنايا قبل ما نبدا نشكل في الحلوى تاعي حطيت في صينيه ولا في صحن حطيت شويه تاع لانواد كوكو،
وريحة ندي كمية قليلة تاع العجينة، ريحة نكورها هكا كما راكم تشوفوا، نعطي لها نحاول نعطي لها شكل شوية طويل يعني بيضاوي. هنا هاد الحلوة تقدروا يعني تشكلوها كيما تحبوا، يعني انا عطيت لكم هذا الشكل وانتوما تقدروا ديروها كريات، تقدروا ديروها هليلات، يعني اي شكل درتوه رايحة تجي مليحة. هكا ديروا كمية مليحة تحطوها في علبة تغلقوها، ويعني تشد لكم مدة طويلة. قولوا لي برك في التعليقات كل وحدة تقول لي واش راهي دير مع هذا الحجر المنزلي. انا شخصيا راني نضل في الكوزينة، يعني ما نخرجش من الكوزينة، هذا التنظيف هذا الطياب هذه حلوة يعني، ولا غير من الكوزينة ما ناش نخرجوا. كل وحدة تقولنا في التعليقات واش راهي دير. انا نزيد هذه الحبة فوالا. دوكا واش ندير، نحكم الحبة تاعي نغطسها هكا شوية في جوز الهند، ومن بعد نحكم اي طابع عندنا ولا بوشون ولا اي حاجه يعني كاس، وديروا هذا الشكل هذا اللي هو معروف في الحلويات. انا حبيت ندير به هذا النوع تاع الحلوه. فوالا شوفوا الشكل تاعها كيفاش رايح يخرج. نزيد معكم وحده. بالنسبه لي ما حبش يديرها هكا في لانواد كوكو، يقدر يديرها في السكر يكون خشن، يعطي لكم ايضا نتيجه بزاف هايله. يعني هذا ابسط شكل بدون طابع، يعني غير بالكاس ولا بوشون تقدروا ديروه. فوالا ونحطهم كامل في الصينيه اللي كنت ذريت لها برك شويه تاع الفارين. فوالا خياتي شوفوا الشكل تاع الحلوه هنا قبل ما ندخلها للفرن. هذا هو الشكل تاعها، ندخلها للفرن على 180 درجه، ومن بعد نوري لكم الشكل تاعها كي طيب وتتحمر، وكي ندخلها راح نوري لكم الشكل الثاني اللي حبيت تتنوع في هذا الحلوى. وبالنسبه للشكل الثاني حبيت نديرو هليلات هكا كيما راكم تشوفوا، يعني هذا الشكل ايضا سهل بزاف، وكي يعني كي طيب يجي الشكل تاعو بزاف شباب. دوك نوري لكم كيفاش نشكلو. ندي قطعه صغيره تاع العجين كيما نفس القطعه كيما الاولى، نشكل هكا حربوش غير بيدي، ومن بعد نفوتو هكا في لانواد كوكو. شوفوا قرب لكم هنا باش تشوفوا مليح. فوالا هكا، ومن بعد نعطي لها الشكل تاع الهلال، نحاول نديرهم كامل بنفس الحجم. فوالا وندخلهم للفرن نفس الشيء على 180 درجه، كي يطيب ريح يتشقق شويه ويتحمر يجي اللون تاعو بزاف شباب. انا نحطهم يطيبوا ومن بعد نتلاقاو ان شاء الله نشوفهم في صحن التقديم. فوالا شوفوا الحلوه تاعي بعد ما طابت، هذا الشكل الاول. فوالا نوري لكم الطياب تاعها من التحت كيفاش طابت. شوفوا طابت فريمون هايله. انا نكمل نطيب هذوك الهليلات وان شاء الله نتلاقاو ونشوفوهم في صحن التقديم. فوالا خياتي هاي الحلوه تاعنا بعد ما طابت وتحمرت، شوفوا دات لون شباب. نتمنى تجربوا هذه الحلوه. انا قست لي 50 حبه بهذيك الكميه تاع الزبده اللي درتها، يعني تقيس كميه مليحه. نتمنى تجربوها، واذا جربتوها ما تنسوش تشاركوها معايا في الانستغرام. الحساب تاعي تاع الانستغرام دائما نخليه لكم هنا لتحت، ونزيد نخليه لكم في صندوق الوصف. نقرب لكم برك الحبات باش تشوفوهم عن قرب. فوالا شوفوا هاد الحلوه من الاحسن تحمروها، يعني تعطوا لها تحميره شابه كيما راكم تشوفوا حتى يجي الشكل تاعها شباب. هذا الشكل الاول درناه بلا طابع، ومام الشكل الثاني يعني بلا طابع، برك تحاولوا تعطيوا لها نفس الشكل باش تجيكم شابه في الاخير. شوفوا تتشقق ويجي الشكل تاعها ما شاء الله. نتمنى تشاركوني يعني التطبيقات تاعكم اذا درتوها في الانستغرام، راني متواجده معكم دائما ان شاء الله. هنا حبيت نفتح لكم وحده برك باش تشوفوا الشكل تاعها من الداخل، هي تجي بزاف خفيفه شوفوا، وتجي في نفس الوقت فيها واحد القرمشه بزاف هايله مع قهوه حليب، يعني تجي ممتازه. وبهذا نكون وصلنا لنهايه الفيديو، مبقى لي غير نقول لكم تهلاو لي فروحكم، نحبكم بزاف، والى فيديو مقبل. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.